من قبل فرانكي دي يونغ. يلعب رافينيو وخطيره با 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 با. هذه لعبة من أروع ما يكون لأولاد برشلونة. خدوات على طريقة تيكي تاكا ولكن في اتجاه المرمى. خمس تمريرات كانت كافية بسرعة فائقة أمام دفاع فياريال يتفرج على رسم هذه اللوحة الفنية الرائعة جدا. خدوات تستمتع بها لو تعاد 100 مرة. يتمكن بيدري من فتح مجال التسجيل لبرشلونة وبأي شكل وبأي طريقة. الهدف السادس لبيدري.